ازاي تعرف ان ابنك عنده مشكلة حسية؟ اضطراب المعالجة الحسية هي مشكلة بتحصل نتيجة ان الاشارات اللي بيتم تجميعها من مختلف الحواس اللي موجودة في جسمي، سواء سمع سواء بصر سواء لمس وهكذا، بيتم معالجتها بطريقة غير صحيحة، فبالتالي بتديني رد فعل غير طبيعي. ردود الافعال الغير طبيعية بنقسمها لثلاث انواع. أول نوع بيبقى إن الطفل يديني رد فعل مبالغ فيه جدا للمؤثر الحسي، فنلاقي الطفل لو مثلا دخل مكان فيه ضغطاء عالي، فتلاقي الطفل بدأ يحاول يسد ودنه أو يحاول يهرب من المكان اللي هو موجود فيه، وده طبعا رد فعل غير طبيعي. تاني نوع إن الطفل يكون استجابته للمؤثر الحسي تكون ضعيفة جدا أو تكاد تكون شبه معدومة، فبالتالي بنضطر إن احنا نعلي قوة المؤثر الحسي لغاية ما الطفل يجيب استجابة. تالت نوع بنسمي الطفل سيكر، تلاقي الطفل دايما بيحب يتحضن كتير، تلاقي دايما يحب يتواصل كتير عن طريق اللمس، يحب يتنطط كتير عشان يشبع رغبته الحسية.